اقدر افهم مش عايز تطعم لا حمادة؟ يا بابا التطعيمات دي هي سبب الهلاك الحتمي للبشرية، انا مش عايز اهلك. ما شاء الله، ما كلنا عارفين انك صايت املا وامك بتبصم ياض. فكر فيها يا بابا، عمرك صحيت من النوم لقيت نفسك راضي عن عيشتك؟ كتير ما بيحصل. اقولك حاجة تانية، ما بتحسش ان انت كمان بتبقى مش قادر تركز وتعبان طول اليوم، هدومك تبقى شاريها من اقل من اسبوعين وتلاقي فجأة ضاقت عليك، كل ده تفتكر سببه ايه؟ انا كنت اتصور انها عادات غذائية غير صحية، هي حاجة غير كده؟ يا بابا التطعيمات، بتكلم على التطعيمات، بيدسولنا السم في العسل، سألنا انا عارف. انا محدش يدس حاجة في اكل ابدا. دل على السلامة حاج، صحصح وفوق. اسمع من الجيل الجديد، عندك حق يا ابني، انا احيانا بتتملكني افكار غريبة كأني مش انا، في فكرة منهم دلوقتي بتقولي اقطع عنه المصروف. دي فكرة كويسة. ايه؟ تقطع عني المصروف؟ في فكرة تانية لسه معدية دلوقتي من قدامي بتقولي ما اجيبلكش موبايل جديد بدل اللي انت بوظته. لا يا بابا، اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي ده الشيطان، ده مش تطعيمات. متأكد انه مش شيطان؟ انا حاسس دي التطعيمات، لأن لسه جايالي فكرة دلوقتي. بس دي محتاجة حزام. ايه 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 يا حاج، خلاص هروح اتطعم عادي. معبد الماسوني فرع الدقي، واتصل من على نفس الرقم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحية. في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل تشيرنوبيل تحت اسم The Happiness of All Mankind، بنشوف واحد من أكثر المشاهد المؤثرة على الإطلاق. ست عجوزة بتحلب بقرة في المزرعة بتاعتها، فجأة بيظهر وراها جندي معاه بندقية، يوقف ويقول لها بنبرة صوت آمرة إنها لازم تمشي وتسيب كل حاجة، تسيب بيتها ومزرعتها وبقرتها وتيجي معاه، تسيب المنطقة دي لأن ببساطة وجودها في المكان ده خطر عليها وعلى باقي السكان. مش هي بس، وفعل تشيرنوبيل اللي كان قريب المنطقة دي انفجر ونشر كميات كبيرة جدا من الإشعاعات في المنطقة، ولازم نسيب المكان بسرعة لأن وجودنا هنا معناه إن احنا هنتعرض للإشعاع. الست عزيز الحقيقة بتبدأ مونولوج مؤثر جدا، بتقول له أنا عمري 82 سنة، شفت يا ابني كل حاجة وعشت في المكان ده طول عمري، وأنت يا ابني مش أول جندي تيجي تقول لي امشي من مكانك، أنا شفت جنود الثورة البلشوفية وشفت ستالين والمجاعة بتاعته، بعدها الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، شفت جنود ومجاعات وحروب ودم، كل دول كانوا بيقولوا لنا إن احنا لازم نمشي من هنا، وكنا بنقول لهم ان احنا مش هنمشي. فانت جاي لي بعد كل ده، بعد كل ده تقول لي دلوقتي اسيب المكان وامشي؟ وعشان ايه؟ الاشعاع؟ عشان حاجه انا مش شايفاها؟ انت مجنون يا ابني. عزيزي المشاهد الجميل، النهارده جاي اكلمك عن الخوف من الحاجات اللي مش شايفينها، مش عن الاشعاع، لا ده مجرد مجاز افتتاحيه، ولا عن الكوميتمنت ده في الاغنيه اللي جنبينا اللي هي تحت الفيديو المرشح اللي جاي، ولكن الحلقه دي عن خوف اتولد من حاجات تانيه اقدم وابسط، حاجات ظهرت قبل ما البشريه تظهر ذات نفسها، قبل ما البشريه تظهر ب 3.5 مليار سنه. دلوقتي عزيزي خليني اخرج خروج درامي وارجع احكي لك اللي حصل.